أهلا بكم في هذا الفيديو الهام جدا، واللي راح نتكلم من خلاله كيفية تحويل النص المكتوب بخط اليد إلى نص مطبوع بالحاسوب. طبعا مثل ما نلاحظ مثل هذا النص اللي نشوفه أمامنا عن طريق تقنية مهمة جدا من شركة جوجل، ممكن أن نتم من خلال الحاسوب أو من خلال الموبايل. تابعونا. طبعا في البداية نذهب إلى موقع جوجل ونذهب إلى هذا الخيار اللي هو علامة العدسة أو الكاميرا، نضغط على هذا الخيار، تظهر لنا هذه النافذة، نضغط على Update File وطبعا نختار الصورة اللي مكتوب بها النص، راح يظهر لنا هذا النص بشكل مباشر. طبعا ممكن نختاره، يعني ممكن نأشر على النص وطبعا نضغط عليه كليك أيمن، نذهب إلى ملف وورد وطبعا نضغط كليك أيمن ومن ثم لصق. مثل ما نلاحظ طبعا النص أصبح بشكل مباشر. طبعا ممكن هنا نضغط ديليت حتى يتم إضافة النص. طبعا النص جيد وطبعا نقدر نتحكم به، نختار الخط المناسب ونجري جميع التنسيقات على هذا النص. طبعا ايضا هذه العملية ممكن ان تتم عن طريق الموبايل من خلال التطبيق اللي هو جوجل لينس. طبعا هذا التطبيق هو مشابه لنفس العملية اللي اجريناها قبل قليل، وايضا طبعا هذا الزر موجود بجوجل، بامكاننا انه نستخدم جوجل بشكل مباشر، تطبيق جوجل بالموبايل، وطبعا نعمل نفس العملية وننسخ النص واللصقة باي مكان اخر. طبعا بالاخير لا تنسون الاعجاب والمتابعة حتى يصلكم كل جديد.